ختم به ايش تختم به الختام عندك؟ والله اللي اقول اول شيء نشكركم على يعني انا اعتبرها من القنوات لمفرح اهل البدو في كل مكان، طول عمرك في الامارات، في السعوديه، في قطر، في الكويت، في ما شاء الله حتى ظني وصلت المغرب ووصلت ما خلنا مكان. هلا هلا المره الجايه يشلوني معاكم. والله مره بيض الله وجيهكم. كلمه شكر في حكم قليل. انا الرجل هذا وهالمخيم اتمنى لهم كل التوفيق، وعيدها كررها من افضل الصوت العذب عندي. استاهل الله يوفقكم ان شاء الله. وعدنا بالشله ان شاء الله مره اليوم حصلناها. هذا اول الداعمين. الله وانتم ان شاء الله تجونا ان شاء الله باذن الله. الله يوفقكم. مثل ما قلت لك وصلت من المخيم، لكن وصلت الرجال وين ما عدي. الله يوفقك ان شاء الله. عباد خابر ان شاء الله. انطري بالعز يا بر السحايب، واستمري هاديه ولا عنيفه، غني يا شاعر وهبي يا هبايب، ما خلقنا للمواقف الضعيفه، باسم راعي المجد حلال الصعايب، سيدي رمز البلاد المستضيفه.